ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ولا كذا قاعدين نشوفها عن طريق؟ لا أنا قلت منذ قليل قلت في إطار الثقة اللي خصها تكون دائما، اللي خصها أن نحاولوا ما أمكن نشيعوها بين الشباب وبين المواطنات والمواطنين، دائما التعامل مع هذه المراحل بواحد الهدوء وبالقول الطيب وبالتوضيح. الناس اللي طلبوا باش تكون توضيحات ويعرفوا من حقهم، لان هذه دولة الحق والقانون. الواحد الى شك في شي حاجه طلب توضيح بالنسبه للورقه ديالهم. كنحيي القضاء وخصوصا المحكمه الاداريه ديال اكادير اللي عطات الامر باش لمراجعه الورقه ديال الامتحان ديال واحد الممتحنه واحد الطالبه. ولكن من جهه اخرى السلطات العموميه وعلى راس وزير العدل، كنت تمنيت انا وزير العدل ما يكونش عنده هذا رد فعل اللي هو نفسه اعتذر عليه، ولكن هذا كيدير شويه ديال التوتر، لان رد فعل من هنا رد فعل من هنا ما بقاش الامور كتمشي في الاتجاه السليم باش نعرفوا المشكل فينا هو ونحلوا هذا المشكل. فالجميع التعاون باش نخرجوا من هذه المرحله بسلام ان شاء الله. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.